احسن من هايلايتر مايت سينما، ارشحه لكم النهارده. الهايلايتر بتاع مايت سينما ده سعره في حدود 50 أو 55 جنيه، ده في 4 درجات زي ما انتم شايفين، ذهبي وابيض، وفي هنا لون كده برونزي ولون بينك. اللون البينك اللي هو ده، هو ده هو اللي انا مستخدماه النهارده. هايلايتر حلو جدا، الشيمر اللي فيه او الجليتر صغير قوي فمش بيبان كده على البشرة، فانا بالنسبة لي بحب الباليت دي قوي. في منه كمان بتاع مية سينما، في باليت كده كبيرة بيبقى فيها 6 درجات برضو حلوة. كل هايلايترات مية سينما حلوة، وفي اللي هي